نتواجد الآن في بلدية بوتليليس بولاية وهران في مدرسة رحو. يعني قبل 5 أشهر خلت كنا في هذه المؤسسة في ظرف مغاير تماما وفي ظرف صعب، أين العام الخاص يعلم يعني ما حدث في هذه المدرسة قبل 5 أشهر. لكن اليوم وبمجيئي، وكنت قد وعدت حينها أنني سأعود لهذه المدرسة فور إعادة تأهيلها في الدخول المدرسي، وأنا اليوم في هذه المؤسسة وينتابني شعور بكل صدق وكأنني في مدرسة أخرى جديدة وليس المدرسة التي كنت بها يوم 23 أبريل 2024. يعني تحدي كبير رفعه السيد والي الولاية المحترم والسلطات المحلية، لأنه هذه المدرسة لما طالها بعض يعني هناك كان هناك سقف انهار وكانت فيها الكثير من الأجنحة كانت تتطلب إعادة تأهيل. الحادث وقع في نهاية شهر أبريل، جاء بعده الامتحانات المدرسية الوطنية، جاء بعده كل الامتحانات وكل التحضيرات للدخول المدرسي، ولكن هذا لم يثني ولم يغني قائمين على هذه الولاية من القيام بواجبهم كاملا. ما أتى بنا في ظرف قد يقل عن 3 شهور أننا أعدنا ترميم وتأهيل، وأكد أن أقول بناء مؤسسة، هذه المؤسسة من جديد.